انت امتى رح تاكل؟ ابني الامير سليم ما اكل لحد هلأ. وقت الولد بيكون جوعان كيف ممكن لقمة اكل تنزل بطن الاب؟ وإذا وضع الابن تحسن هلأ؟ إيه جلالتك؟ وضع سليم صار منيح، أنا شخصياً شفته راكب على الحصان ورايح. هو طلع من عزلته هلأ وصار فيك تاكل. بشكر الله. أنا ما قلت لك بأنه مع الوقت كل شي رح يتحسن؟ ليش أنت بتقول شي غلط؟ بس جلالتك، هو أكيد إنه لهلأ ما نسي إنه اللي كان السبب بهالشي هو أنت. لا تقلقي، رح يقيم هالشي من عقله، بس أنت بتضلي تقلقي. إمتى بدك تبطلي تقلقي على كل شي؟ وقت الواحد بيشوفك هيك بيقلق مثلك. حتى أنت بتقلق جلالتك. إيه، بس أنا بلاقي حل لقلقي يا جودة. وأنا عرفت إنه حتى أنت كمان صار لك يومين ما أكلتي، صح؟ تعي خلينا ناكل أنا وياكي سوا.